حديثنا مستمر مع دكتور إنجي أخصائي التغذية العلاجية، وأسئلة حضراتكم كتير، هنحاول بقى في خلال 10 دقائق المتبقيين يعني نحن نجاوب عليهم. نبدأ بأبو مازن عوادي. دكتور إنجي، إيه الأكل اللي يزود الجسم ويخليه رياضي؟ الناس كلها رابطة التغذية بالرياضة، ودي حاجة حلوة. احنا كنا قبل كده اصلا ما عندنا يعني فكره الرياضه، ما كانتش موجوده. ده حقيقي، احنا دلوقتي بقينا كلنا نعمل رياضه. احنا المفروض نعمل رياضه قد ايه اصلا؟ المفروض ان احنا لينا 20 دقيقه كل يوم المفروض نعملها. 20 دقيقه دي احنا ممكن نعملها في البيت، ممكن الست وهي بتطبخ تحرك رجليها في مكانها فهي كده بتعمل رياضه عن المجهود الطبيعي بتاعها. ممكن بتتمشى في طرقه البيت تتحرك شويه، ممكن نلعب نط الحبل في البيت. يعني الرياضه مش لازم ان انا انزل لحد الجيم، عشان انت كنت قلتي لي طب اعمل ايه لو انا ما عنديش وقت والكلام ده كله. فانا ممكن اعمل كده. طيب انا لو عايز ازود جسمي كويس جدا، بزود البروتين، بقلل النشويات، وباكل دهون صحيه. اقلل النشويات فعلا؟ او ده فكر مغلوط عند ناس كتير ان احنا عشان نزود وزننا مكرونات بقى ورز وحاجات زي كده. هو انت قلتي لي اقلل صح واعمل جسم رياضي؟ صح. انا لا، السؤال اللي فات ده عايز يزود. لا السؤال الاخير ده يزود. لا، يبقى انا هتعامل عادي ان انا المفروض باخد نشويات من 55 ل 60% نشويات في الطبق في الكالوريز بتاعتي طول اليوم، وباخد من 20 ل 30% بروتين، وباخد اخر حاجه اللي هي الدهون الصحيه اللي هي تقريبا بتبقى من 15 ل 20% اللي فاضلين في الكالوريز بتاعتي. لكن لو انا هزود، انا برضو بزود بروتين شويه، ما بقللش بقى النشويات. انا كنت بتكلم على تقليل النشويات في فكره ان انا لو عايز اخس، انا كنت فاهمه ان هو عايز اخس ويعمل جسم رياضي. بس لكن اكل برضو النشويات اللي هي النشويات المركبه، مش البسيطه، مش الدقيق الابيض ومش السكر الابيض. اكل اللي هي الحبوب الكامله، اللي هي الدقيق الاسمر بتاعنا، الشوفان، الفاكهه والخضار، دي كلها نشويات مركبه، هي دي اللي انا بعتمد عليها في النشويات بتاعتي. طب كويس ان حضرتك يعني ابتديتي الكلام في النقطه دي، لان في سؤالين لو تسمحي لي هدمجهم لك مع بعض. سؤال من الاستاذ محمد رأفت وسؤال من الاستاذ محمد اشرف. سؤالهم هما الاثنين بيدور حوالين الاكلات المفيده اللي بتدي طاقه. ده الجزء بتاع استاذ محمد رأفت، والجزء الثاني بتاع استاذ محمد اشرف ليه علاقه بالاكلات اللي بتقوي جهاز المناعه، ودي نقطه مهمه جدا طالما ان احنا بنحيا في زمن كورونا. ده حقيقي. بالنسبه لاول حاجه اللي هي الاكلات اللي انا المفروض تديني طاقه، النشويات هي اساس الطاقه في اي حاجه. يعني احنا المخ بتاعنا بيتغذى على الطاقه بتاعته عن طريق النشويات، اللي هو الجلوكوز اللي هو بيتحول في الاخر في الجسم عندي اللي هو جلوكوز. طيب انا النشويات زي ما انا قلت ان احنا بناخد النشويات المركبه، ما ببعد خالص عن النشويات البسيطه، يعني اللي هو السويتس والكلام ده كله، واللي هي السكريات الحلويات دي بالنسبه لي نشويات بسيطه، بتعلي الانسولين فجاه، بتعلي الجلوكوز في الدم، بتعلي الانسولين فجاه، وبتخلي الدهون تتكون جوه الجسم، فبالتالي انا بزيد في الوزن. لكن النشويات اللي هي المركبه بتخلي دايما الجلوكوز بتاع الدم ستيبل، فالانسولين بيكون ستيبل، فبالتالي ما بيحصلش بيكس للانسولين، فما بيحصلش ان انا ازود فاتس جوه الجسم. انا عندي حتى كمان فواكه كتير مسكره، يعني احنا عندنا التمر، الموز، مفيش حاجه ممنوعه في الاكل، مفيش حاجه في الاكل الصحي اسمها ممنوع. ممنوع الموز، ممنوع البلح، المانجا؟ لا خالص، احنا مش ممنوع، بس هناخدها بكميات قد ايه على حسب يعني السعرات بتاعتي. يعني 3 4 مانجات في اليوم؟ 3 4 ازاي يعني؟ مين اللي جاله قلب يمنع المانجا؟ يعني عشان بيقولوا ان هي موالح من الفواكه اللي هي الموالح. ممكن اقول لك حاجه، في بتقولي مانجايه مثلا، اوكي، في بقى مانجا قد كده، وفي مانجا قد كده، وفي مانجا قد كده، ودي عايز صغيره. مش انت اللي قلت هو مانجايه واحده واحنا ماشيين؟ بس احنا لحد كام هي المانجا عامه؟ تقريبا السعرات بتاعتها بنتكلم في كام، من 150 تقريبا ل 250 على حسب هي الحجم بتاعها ماشي ازاي. احنا دايما بناخد بنحسب على التفاحه المتوسطه، يعني اي حاجه بناكلها بنحسبها على التفاحه المتوسطه كسناك. والله كده كتير يعني. والله العظيم يا دكتور، يعني يا انجي خلاص كده كفايه. الحكايه يعني مش كتير، بس يعني الى حد ما معقده برضو. الواحد يحسب ازاي الاكله نفسها؟ ليه يعني دلوقتي جوجل مليان كل السعرات؟ يعني انا لو عايز احسب سعراتي وانا قاعد في البيت هعرف احسبها، ولو عايز اعرف كل اكل السعرات بتاعته قد ايه، في ابلكيشنز كتير نازله، ابلكيشنز كتير فعلا بتحسب السعرات. عايزين نعين حد والله. يعني ده يعني موجود معين حد يحسب لنا؟ عايزين حد ياكل لك يعني.
طيب انا يعني الوقت بيجري، بس في ناس يعني مثلا يوسف خالد هو بيقول ان هو اللي فاز معانا قبل كده. ازيك يا استاذه نهاوند استاذ كريم، انا اللي كسبت معانا كان البوم الاهلي، انا بحبكم جدا ومتابعكم كل يوم، وايه المأكولات اللي بتقوي جسم. هنقرا كده كذا تعليق وبعدين اسيب لحضرتك عشان ما بقاش نسينا حد. احنا فاكرينك طبعا يا يوسف، وعلى فكره يوسف فعلا بيتابعنا كل يوم، انا بشوف على تويتر دايما بيبعت. بص حتى صوره البروفايل ده يوم ما كان عندنا في هنا في الاستوديو وكان بيستلم الالبوم بتاعه، هو جميل، وكان بابا جايبهم كمان هو اخوه الصغير يستلمه. ناس جميله، الناس دايما بتحب تتابعك. بصي انا هقول لك برده هنا، واحده اسمها ساره بتقول انا لعيبه جمباز، في اكلات معينه لتقويه الاعصاب ونظام اكل اليوم البطوله عفوا. وفي ابراهيم اسماعيل بيقول صباح الخير، انا طولي 167 وزني نزل من 68 ل 62، مش عارف ارجع وزني، ايه النصايح اللي حضرتك يعني ممكن تساعديه بيها؟ طيب هو كان كريم قال لي الكورونا ضمنيا على الجزء ده الى حد على حته يعني. اللي هو ازاي يزود الوزن بتاعه والكلام ده، يعني نتكلم على موضوع الاكلات اللي هي المفيده اصلا بتاعت الكورونا. احنا الايام دي موضوع الكورونا طبعا ان احنا نكون بناخد حاجات فيها فيتامين سي، واحنا عندنا الفواكه كتير قوي يعني، عندنا والخضار زي الليمون، عندنا الجوافه، اليوستفندي، البرتقال، كل الموالح، المانجا، كل الحاجات دي كلها احنا ممكن ناخدها. نزود كمان فيتامين اي، وده موجود في الطماطم عندنا، موجود في السبانخ. نزود الزنك بتاعنا، الزنك ده موجود اكتر حاجه في اللحمه الحمراء، بس ما احنا ناخدش كميه كبيره من اللحمه الحمراء، يعني كل ما زودناها برده بتاثر علينا صحيا اوريدي. المكسرات برده من الحاجات اللي فيها زنك. ناخد اوميجا 3 عن طريق ان احنا ناكل سمك كويس، التونه دي من الحاجات، زيت الزيتون، بذور الشيا، بذر الكتان، دي من الحاجات اللي فيها اوميجا 3 كويس. فيتامين اي عن طريق ممكن نشرب كوبايه شاي اخضر، دي بالنسبه لي عشان هو مضادات اكسده، دي من الحاجات اللي احنا بما اننا في الكورونا الايام دي نشرب ميه كويس جدا. ناخد معلقه عسل وعليها كوبايه ميه، دي اوريدي اصلا وزاره الصحه يعني قالت عليها ان احنا ناخدها. ميه دافيه ولا ميه؟ ميه دافيه وعليها معلقه عسل. احنا بناخدها ليه؟ علشان هي بتنقي المسار التنفسي، وطبعا معلقه العسل اوريدي هي شفاء للناس، فطبيعي ان هي من غير حاجه فيها فوائد كتيره قوي ان احنا ناخدها.